في الحقيقة زي ما احنا متعودين كل سنة، الأسبوع الأول بيبقى أسبوع لاستقبال الطلاب الجدد مع استمرار الدراسة طبعا للطلاب الموجودين فعلا في الكلية اللي هم في السنوات الثانية وتالتة ورابعة. فبيبقى أسبوع لتعريف الطلاب الجدد بالكلية وأقسامها ووحداتها ومراكزها والتعرف عن قرب على الأنشطة الطلابية اللي موجودة فيها. ويمكن كمان خلال هذا الأسبوع هنحتفل بافتتاح مدرج واحد ومدرج اتنين بعد تجديدهم من قبل الأستاذ محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، وهيكون متواجد معانا إن شاء الله في هذا الافتتاح وسيتقابل مع الطلاب الجدد في هذا اليوم. الدراسة طبعا عندنا هتبدأ من اليوم الأول بالنسبة لكل الطلاب ما عدا الطلاب الجدد اللي احنا هنعرفهم بس بالكلية وبالجامعة. هيبقى في جولة تفقدية لجامعة القاهرة ومكتبة الجامعة والقبة بحيث ان هم يتعرفوا أكتر عن جامعة القاهرة وعن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. اللي جالنا حتى الآن من الأسماء 900 في حدود 900 طالب. غالبا يعني من الخبرات السابقة انه في حوالي 100 او حاجة ما بيستمروش لا ينتظموا، وبالتالي العدد بيرسى على في حدود 800-820 في هذا المستوى. يعني ده في كله، في الفرنساوي والانجليزي والعربي اجمالي بيبقى حوالي 800-820 في هذه الحدود. لسه بتيجي لان حتى الاي جي لسه مخلصين اللي هي الشهادات المعادلة، فلسه في طلبات بتيجي وفي طلبات تحويل لسنه للكليه بتيجي برضو لمكتب الخريجين في جامعه القاهره. طبعا اللي داخل في الكليه وموجود ما فيش اي زياده، هي نفس المصروفات اللي هو داخل عليها، ولو في اي زيادات في اي سنه من السنوات بتطبق على الدفعات الجديده فقط ولا تطبق على الدفعات القديمه. دلوقتي ما فيش اي قرارات بالنسبه لاي زيادات يعني. طب هي مش حاجة دايما الطلبة كانوا بيعملوها، الطلبة كانوا متعودين ان كلياتهم هي اللي بتنظم حفلات التخرج، الى ان جاءت جائحة كورونا وحدثت طبعا المشكلة الخاصة بها من فكرة عدم تنظيم احتفاليات وحاجات زي كده. فالجامعة القاهرة وباقي الجامعات كانت ما بتعملش حفلات تخرج، وهو ده اللي خلى الطلبة يلجأوا إلى جهات خارجية لتنظيم هذه الاحتفالات. ففي الحقيقة ده مش ظاهرة بيفعلها الطلاب كل عام، هي بس حاجة طارئة بسبب ظروف كورونا. لكن بما أن الظروف الحمد لله بقت أفضل في الوقت الحالي، معظم الطلبة متطعمين ومعظم أعضاء هيئة التدريس ومعظم العاملين بالجامعة حصلوا على التطعيم الخاص بكورونا، ومراعاة أيضا من الجامعة ليه الإجراءات الاحترازية اللي يتم مراعاتها من أول ما ابتدت الجائحة، فإحنا نقدر نعمل إن شاء الله خلال السنة الأكاديمية الجديدة إن إحنا نقدر ننظم فيها حفلات تخرج للطلاب اللي تخرجوا خلال هذه الفترة، وده هيمنع من لجوء الطلبة إلى جهات خارجية، إن الجامعات والكليات تبدأ هي تنظم حفلات التخرج بنفسها مرة أخرى منعا لإن أي جهة خارجية تستغل هؤلاء الطلاب وتحصل منهم على عوائد مادية دون أن يكون هناك حفل التخرج حقيقي. احنا عندنا طرق التواصل بين الطالب والإدارة متعددة، لدرجة حتى ان لو في شكوى عندنا إجراء يعني عندنا من الوسائل التي تكفل حق الطالب في الشكوى. اولا ببنا مفتوحة سواء انا او السادة الوكلاء او السادة رؤساء الاقسام. ثانيا في ايميل لكل طالب وايميل لنا بتوصل لنا منه، لو في اي حاجه تخص الطلاب بيبعتوا لنا من خلال الايميل. حتى صفحات الفيسبوك والواتساب اللي هي الصفحات تعتبر غير رسميه، لو في طالب عايز حاجه بيبعت لنا عليها وبنرد عليه يعني بشكل فوري. وخلاف ذلك ايضا عندنا اليات للشكوى، يعني عندنا صندوق للشكاوي موجود في مدخل الكليه، في ايميل مخصوص للشكاوي، واول ما شكوى بتوصل على هذا الايميل بتتبعت ليا ولامين الكليه وللساده الوكلاء بحيث ان هي يتحقق في هذه الشكوى ويتم الرد على صاحب الشكوى. حتى في يعني صفحه
في مجلس الوزراء خاصة بي الشكاوي في كل الجهات وكل الهيئات، منها طبعا الهيئات التعليمية. فبعض الطلبة أحيانا بتعمل شكوى على صفحة الشكاوي الخاصة بمجلس الوزراء، وبتوصلنا هذه الشكوى بنرد عليها في الحال. بس المؤتمر هيأثر ازاي على مصر؟ هرجع لحضرتك في النقطة دي. انا عايز اقول ان كلية الاقتصاد كانت من اوائل الكليات اللي تفاعلت مع هذا الحدث. يمكن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في يناير الماضي نظمت يعني خلينا نقول ندوة بعنوان التغير المناخي وتأثيره على الدولة المصرية. حاضر فيها الأستاذ عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق، وفي الحقيقة ودخل فيها الدكتورة ياسمين فؤاد كمتحدث عبر آلية زوم في هذا اليوم يعني. وفي هذا اليوم اتفقنا على أن تقوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتنظيم نموذج محاكاة للمؤتمر، مؤتمر قمة المناخ. وبدأنا بالفعل في تنظيم هذا النموذج الطلابي اللي بدأ يشتغل من حوالي شهرين ونص في أعمال النموذج وأعمال التدريب الخاصة بالمؤتمر، وهم على وشك الانتهاء من هذا النشاط الطلابي الهام اللي هيزود وهيكون إضافة لأعمال المؤتمر إن شاء الله. كما كان النموذج الطلابي الذي نظمه طلاب الكلية وطلاب جامعة القاهرة في العام الماضي أو الخاص بمكافحة الفساد كان أيضا إضافة قوية لأعمال المؤتمر. ففي تفاعل كبير من كلية الاقتصاد وجامعة القاهرة. في الحقيقة الموضوع بيتنظم من جامعة القاهرة وليس فقط كلية الاقتصاد، ولكن كلية الاقتصاد كمنظم لهذه الفعالية لها دور كبير في هذا الأمر. نيجي لتأثير تنظيم هذا المؤتمر على الدولة المصرية. في الحقيقة تنظيم الدولة المصرية لأي فعالية على مستوى العالم هو إضافة قوية للدولة المصرية، هو شهادة ثقة من المجتمع الدولي في أن الدولة المصرية لديها مؤسسات قادرة على تنظيم فعاليات كبرى، لديها استقرار، الحالة الأمنية في الدولة المصرية مستقرة وعلى أفضل وجه ممكن، وبالتالي هذا يضيف إلى الدولة المصرية، لأنه في النهاية أحد معايير ثقة المؤسسات الاقتصادية في دولة ما هو حالة الاستقرار السياسي في هذه الدولة. وتنظيم الدولة لفعاليات كبرى ده بينعكس بكل تأكيد على إن أو بيعكس بكل تأكيد إن الدولة لديها استقرار سياسي. فدي أول حاجة. الحاجة التانية إنه في الحقيقة موضوع التغير المناخي نفسه كظاهرة يمكن الدول الناشئة واللي من ضمنها مصر يعني ما هياش المتسبب في موضوع تغير المناخ. الدول الكبرى، الدول المتقدمة هي صاحبة الإسهام الأكبر في موضوع تغير المناخ بنشاطها الاقتصادي اللي بيؤدي إلى تلوث البيئة في معظمه، وخاصة النشاط الصناعي. فتنظيم الدولة المصرية لهذه الفعالية على أراضي مصرية والدولة المصرية من الدول المتضررة من تغير المناخ وليست مساهمة فيه، قد تستطيع الدولة المصرية أن تنقل هذه الصورة إلى العالم، وبالتالي لأنها متضررة من الأطراف المتضررة في هذا الأمر، وبالتالي قد نصل إلى إقناع العالم بوجوب المساهمة المادية في الإجراءات التي تتبعها الدول في مكافحة عملية تغير المناخ وتأثيراته السلبية على العالم. فده ممكن يبقى ليه مردود إيجابي أيضا على الدولة المصرية في هذا الملف، الحصول على دعم مادي كبير في عمليات التغير المناخي. وإحنا عندنا طبعا شواطئ كتيرة مهددة بالغرق لو لم نتدخل من الآن، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية مهددة أيضا بسبب عملية التغير المناخي. فالدولة المصرية تستطيع أن تستفيد من هذا المؤتمر في دعم هذا الملف بكل قوة. موضوع الحالة الاقتصادية اللي تسببت فيها الحرب، هي مش الحرب بس، هو الأزمة الاقتصادية بدأت قبل الحرب. الأزمة الاقتصادية بدأت بسبب جائحة كورونا،
جائحة كورونا تسببت في تعطيل سلاسل الإمدادات وحدث نوع من أنواع الركود الاقتصادي الكبير في كل أنحاء العالم. جت الحرب الروسية الأوكرانية ومع هذا الركود السائد تسببت في غلاء الأسعار الأساسية، أسعار السلع الأساسية زي أسعار الطاقة والغذاء. فدخلنا في مرحلة مش ركود فقط، ده ركود وتضخم أيضا، بمعنى أن وصلنا إلى حالة ركود تضخم. وأصعب أنواع المشاكل الاقتصادية هي مشكلة الركود التضخم، لأن علاج التضخم بيؤثر على الركود، وعلاج الركود بيؤثر على التضخم. ففعلا الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة اقتصادية عنيفة سيعاني منها العالم لسنوات وسنوات.